واخد رايك وراي كريم يا احمد، الاماكن اللي محتاجه دعم داخل النادي الاهلي من وجهه نظركم طبعا. المراكز اللي احنا محتاجين التدعيم فيها طبعا رقم واحد مهاجم، لازم ان شاء الله، والنادي الاهلي بيسعى وخلاص يعني لمهاجم افريقي بالتاكيد يفرق معانا في حته راس الحربه، يبقى مش لازم افريقي، اجنبي يعني. اجنبي يعني، رقم تسعه يكون مميز بالعاب الراس والالتحامات ما الهوائيه. تقولش افريقي يجي من حته تانية يقول لك بص كانوا بيضللوا الجمهور. دي رقم واحد. رقم اتنين طبعا ظهير ايسر بديل لعلي معلول، دي المراكز دول اهم مركزين في الفتره الحاليه، وممكن مدافع. يعني انا بشوف ان انت كريم، اعرف رايك برضه. طبعا مهاجم رقم تسعه ده كبريورتي يعني كاولويات. مهاجم رقم تسعه، التاني بعديه باك شمال اذا يعني ما اعرفش موقف محمد شكري هيبقى ايه معانا الموسم الجاي طبعا بعد ما يشوف كل الراي فيه. وطبعا ثالث مركز المساك، ضروري جدا جدا جدا، وانا شايف المساك بنفس اهميه الباك الشمال، مهم جدا يكون معانا مساك. انا بشوف بقى مهاجم، وجهه نظري ما الراجل ده عمره مهاجم فقط بس. طب والبديل معلول كريم الدبيس الراجل يعني شايف فيه، خلي بالك اصل هي قناعات، يعني ايه قناعات؟ موسم صعب، موسم صعب، هي ممكن عشان كده صعب. بس انت صح عندك لائحه الافارقه اللي تحت السن، صح فيها ثلاث لا ممكن افارقه صح تحت يعني ممكن السن. تستفيد منها لانه الموسم طويل قوي جدا. انا لسه كنت بقول في الانترو ان الموسم طويل، ازاي اقول كده؟ معلش.